بدنا كيلو صدر دجاج، ملعقتين كبار زيت زيتون، ثلاث ملاعق صغيرة بهار مكسيكي اللي هو كزبرة وكمون وأريجانو باربيكا وثوم وثوم باودر طبعاً وفلفل أحمر وكمون، بدنا ملح، بدنا كوب من فليفلة حمراء أو صفراء أو خضراء، بصل أخضر، كزبرة مفرومة وجبنة شيدر. يس نبلش؟ صح اللي حكيته يا شيخ؟ صحيح تمام؟ كله تمام؟ يلا إجراءاتك. طيب هلأ أول شيء رح نبلش فيه، حطيت بتنجرة على النار، رح أحط فيها شوية زيت زيتون تمام عشان أقلب الدجاج فيهم. كيف بالله غازنا الجديد والأدوات الموجودة؟ والله كله روعة صح؟ كله كتير بجنة. نشكر الدادة جروب يعني. طيب أنا هيك عندي حمي الزيت، حنزل الدجاج تمام. طبعاً البهار رح أحطه من البداية عليهم، اللي هو زي ما حكينا إحنا تشكيلة البهار المكسيكي، أنا خلطتهم كلهم كامل مع بعض تمام، اللي حكيناهم. بالضبط هحط عليهم هيك. إذا حابة تعيدي شو بالمكسيكي هذا؟ بالبهارات المكسيكي ما في مشكلة. هي عبارة عن كمون، توم باودر، أوريغانو، فلفل أحمر، بابريكا، كزبرة، كزبرة وأوريغانو تمام. تمام تمام يا شيخ. طبعا راح نضل نقلبهم. لا سوري، راح نضل نقلبهم لحد ما انهم يستوي. هلا بدي انزل الفليفله الملونه. يا تمام اوكي. هلا راح احط اللي هي خلطه الدجاج هذه اللي عملناها تمام، اللي ريحتها طبعا بتشهي من عندي من هنا. اوكي البهار تبعها يعني واضح وصريح. هي البهارات الاكل المكسيكي ببهاره على فكره. تمام 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 اوكي. هلا الطبقه الثانيه، هلا الهدف من طبقه الجبنه تحت وطبقه الجبنه فوق، هي بدنا نستخدم استخدمنا الجبنه كانها جلو أوكي. للخبز انها ما تنزل طبقه الدجاج منهم. ايوه اوكي تمام؟ يعني تلك عشان تلزق. طيب بالضبط. انا عادي بالنسبه لي الجبنه ما بحكي عليها لا نهائيا، بردها هيك وبضغط. اوكي هلا في طريقه ثانيه اللي هي بنحط رغيف، بنحط كل الحشوه وبنحط رغيف ثاني، بس بصراحه بلاقيها كثير بتغلب للستات انه وقت ما يقلبوها بتطلع الحشوه منهم. فانه هاي الطريقه كثير اسهل تمام. اوكي هلا رح احمي قلاي. اوكي هلا بستحمى عندي يحمى الزيت شوي، رح انزل السندويشه هون، بدي احمرها من تحت وبرجع بقلبها بحمرها مره ثانيه من الوجه.